أحب في البداية أعرف مين الشيخ اللي لسه جديد معانا. طيب. يعني دي ده أول ترم ليه في دبلومة العلوم الإدارية. كلكم مسجلين قبل كده صح؟ بداية من فصل دراسي جديد وسعيد وبرحب بيكم في دورة العلوم الإدارية. هي أول محاضرة عن مكان ما بنخشش فيها في المكان. إحنا بنعمل تعارض بين الأستاذ والطلبة بتوعنا. وبندي فيها مقدمة عامة إيه هو موضوع الدراسة؟ إحنا هندرس إيه في الترم ده؟ أنا عايز أعرف الأول ايه تصوركم عن مادة العلوم الإدارية؟ يعني انتم مسجلين في الدبلوم ايه تصوركم عن مادة العلوم الإدارية؟ مين عايز يتكلم؟ اتفضل. كنت عايز اعرف يعني تصور ايه الفرق بين عقد إداري وعقد مادة؟ ماشي. احنا هيكون فيها تمييز ما بين العلوم الإدارية المختلفة الوجه بتبرمها الإدارة مع باقي الأفراد الموجودين. طيب تمام اتفضل. هو في فرق بين العقد الإداري والعقد العادي. العقد الإداري لما بتتعاقد الدولة بصفتها لها سيادة. ففي الحالة دي بنقول إن ده عقد إداري. ممكن الدولة تتعاقد بإنها كفرد عادي. تتعامل معاها فرد عادي في الحالة دي بنقول إن ده عقد إداري. يلا المحاكم الإدارية. أما الثاني فرق بين الاعتبار الإداري السلطة السيادية فبيطلع للمحكمة الإدارية. تفضل. الله ينور عليك، تفضل. مين تاني عايز يتكلم؟ ماشي تفضل. هو تمام زي ما قلت العقود الإدارية يعني بينفرج عليها الشخص المعنوي. الشخص المعنوي هو اللي متحكم في العقد الإدارية. لكن العقد المدني ده تصوري اللي هو عقد مباشر. من طرف لطرف آخر. ماشي تفضل. تفضل. أنا عايز أقول لكم حاجة، مادة العقود الإدارية هي يمكن أكثر مادة فنية في مواد دبلوم في العلوم الإدارية. مادة بتاعت العقود الإدارية ديت هي أكثر مادة فنية في دبلومة العلوم الإدارية، بمعنى إن المادة ديت مش أي حد يقدر يخوض فيها، عايز حد متخصص جامد في الموضوع. عايز حد ليه علم في الموضوع، عايز حد ارى وحلل كتير. وهي منكم انتوا كطلبه يعني ما اعتقدش ان هي هتكون بنفس مثلا سهوله مواد تانيه كتير. طيب انا بقول لكم ليه ده من البدايه؟ بقول لكم ده من البدايه لان انا عايزكم ترفعوا مهمتكم وتستعدوا لان انتوا تشتغلوا في الماده دي. طيب العائد او المردود احنا هنعمل كده. طيب هنستنى ايه لما نعمل كده؟ لا هنستنى كتير. هتبقى قانوني بجد. هتبقى قانوني بجد. مش اي حد زي ما قلت لكم يقدر يشتغل في العقود الاداريه. منازعات العقود الاداريه ده منازعات فنيه جدا. ومنازعات متخصصه جدا. طيب انا دوري ايه؟ انا دوري ان انا احاول ابسط لكم الماده ديت بقدر الامكان واكون معاكم خطوه بخطوه لغايه ما ادخلكم فعلا في منازعات العقود الاداريه، في منازعات العقود الاداريه. انتوا عارفين احنا كقانونيين يعني الطلبه بتوع الليسانس سنه اولى وثانيه ويمكن ثالثه كمان احنا بنحاول معاهم نديهم اسس مبادئ وما بندخلهمش في الجانب بتاع المنازعات القضائيه كتير لان المنازع القضائيه دوت يعني فعلا قمه العمل بتاعنا. طيب بعد كده انت خدت الليسانس خلاص بقيت راجل قانون المفروض ان انت تتطور
بعلمك وبمعارفك عشان تقدر تواكب التطور ده. وهو ده اللي احنا هنعمله السنه دي في ماده العقود الاداريه. عشان كده ماده العقود الاداريه انا قسمت الدراسه بتاعتي فيها او المنهج بتاعي اللي انا هدرسه معاكم لكتابين. الكتاب الاول بيتكلم عن الاسس العامه للعقود الاداريه. الاسس العامه للعقود الاداريه دوت انا بحاول الم لك فيه المبادئ اللي بتحكم العقد الاداري، سواء تكوينه سواء اجرامه سواء الاثار المترتبه عليه. بحاول الم لك المبادئ اللي بتحكم الموضوع ده. بحاول فيه الاسس اللي بيقوم عليها موضوع العقد الاداري من غير ما اخش في تفاصيل جامده قوي ومن غير اخلال. يعني اسلوب مجمل. بحاول ان انا اتجنب المناطق اللي فيها خلاف فقهي جامد، لان انا بطبيعتي ما بحبش الجوانب النظريه قوي. انا بطبيعتي يمكن احب اقراها علشان بتوسع المدارك، احب افهمها، لكن الجوانب النظريه قوي مع الطلبه لا ما بركزش عليها قوي. عشان كده انا بعدت عنها خالص. انا حاولت اجيب لك العقد الاداري وفقا للنظريه اللي بنطبقها المحامي. انا حاطط في دماغي حاجه، احنا في دبلومات يا اما ناس شغاله في مجال القانون، يعني يا اما فعلا رجال قانون وشغالين في مجال القانون ده، وبالتالي عايزين حاجه يقدروا يستفيدوا بيها في شغلهم، يا اما ناس بتستعد ان هي تشتغل في مجال القانون. عشان كده انا حاولت اصيغ النظريه الموجوده قدام القضاء. حاولت اشوف القضاء بيعمل ايه ونشتغل وحلل الاحكام بتاعته بطريقه سهله ومبسطه عشان اوصل للنظريه اللي بتحكم العمل القضائي في الموضوع. عشان كده عشان الاحكام في احكام لغايه سنه 2016 ويمكن 2017. طيب ده الجزء الاولاني. الجزء ده هيكون عليه 8 درجات. في الامتحان هيكون عليه 8 درجات. ده الكتاب الاولاني. الكتاب الثاني هو موضوع متخصص. انا جبت موضوع اخترت موضوع صغير كده من موضوعات العقود الاداريه وعملت فيه بحث كبير وسعته جامد، بحيث ان انا من خلاله اقدر اوريكم انت بعد كده اللي عايز يعمل مثلا رساله دكتوراه، والناس اللي هي فينا برضه ناس عرب معانا، يعني اخوه عرب بيعملوا الاول دبلومه وبعد كده بيعملوا ماجستير، بيبقى عايز يتعلم البحث العلمي بيتعمل ازاي. عشان كده انا خدت موضوع معين ووسعته. وهو يهمني برضه اقول لكم ان احنا في مجال الدراسات العليا عموما احنا ما بندورش نديك معلومات، مش هو ده القدر الاول اللي احنا عايزينه منك. احنا عايزين نكون عقليه كويس او نطور عقليه، عايزين نكسبك مهارات جديده، عايزين نديلك مهارات جديده. المهارات الجديده دي مش هتقدر تكتسبها الا اذا اشتغلت بطريقه جديده وعلى حاجات جديده من نوعها. فعشان كده انا خدت موضوع معين اللي هو موضوع غرامات التاخير ووسعته وخبرته جامد جدا. انا يعني من اقول لكم يعني هي حاجه شخصيه شويه، بس ساعه ما في الاول انا كان المفروض في اول السنه خالص قبل ما السنه الدراسيه تبدا الترم الاول، كان المفروض ان انا اخد العقود الاداريه الترم الثاني واستاذنا الدكتور ماجد الحاج ياخدها الترم الاول. ف جيت شهر 9 انا ما كنتش عامل اي حاجه في الموضوع. بعد كده عرفت ان الدكتور ماجد هنسافر. طيب ايه؟ على اعتبار ان انا اللي كنت هاخدها الترم الثاني وانا يعني عندي اقتراحات شويه في الموضوع المفروض يعني. فيبقى خلاص انزل بقى بعد الترم الاول. طب يا جماعه ازاي ما عنديش حاجه جاهزه؟ فاخدت بعضي في الوقت دوت
انا كنت يعني كان ترم الأبدي كنت بدرس كذا مادة وصراحة يعني ايه كان نفسي مقفولة وما عنديش نفس خالص ان انا اشتغل والدنيا واقفة ومرة واحدة لقيت نفسك قدام التزام ان انت الترم الجاي اللي هتبدأ دوت لازم يكون عندك معلق في الموضوع ومش معلق بس يعني المفروض المواد الإجباري لا تبقى الدنيا فيها لا احنا بنكون الطالب من خلال الماده دي فمش هينفع نديله حاجه مختصره او حاجه مجازه او كده مش هو ده منهج الدبلومه في المواد الداخليه في المواد الاجباريه المهم والله زي ما بقول لك كده انا وانا ناجح في السكه عمال طب اعمل ايه؟ عمال اخش اقول للطلبه ايه؟ اخش اقول للطلبه ايه؟ اخش المهم وقت ما اروح البيت لمم الهدوم بتاعتي لممها بشنطه هاند باك وخدتها على ظهري وقعدت على القاهره والله قعدت ادور بقى من غير اي ترتيب او اي حاجه فكره كده جت من يوم وليله انت عندك حاله ملل ودماغك الفرنساويين بيسموها ساتوري ساتوري يعني ايه قفلت كده ايه الدنيا قفلت بتذاكر مش قادر تفهم فحتى لو ضغطت على نفسك شويه ان انت تفهم مش قادر تطلع حاجه زهقان تقوم الصبح نص ساعه شغل وبعد كده خلاص انا مهار المهم خدت بعض الوقت لازم حاجه جديده تكسر بيها الملل دي فحتى الملل دي طلعت على القاهره قعدت بقى ادور طول الليل على حاجه مفروشه اجرها واقعد فيها انا عايز اي حاجه بس تبعدني عن الجو اللي انا فيه عشان اقدر اشتغل تاني والدنيا تقدر ترجع تاني كل ده انا لسه حددت موضوع ولا حددت اي حاجه خالص المهم بعد معاناه طبعا ايه بعد معاناه طويله اجرت شقه اجرت شقه مفروشه وقعدت كده قلت نام تاني يوم الصبح طيب ماشي ايه الموضوع بقى اللي انا على رسوله يعني انا عملت ده كله طيب ايه الموضوع اللي انا على رسوله فافتكرت ان انا قبل ما اسافر فرنسا كنت واخد موضوع مسجل فيه رساله البطولات بتاعتي في العقود الاداريه كان اسمه الجزاءات في العقود الاداريه الموضوع دوت كنت مسجله مع استاذنا الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب سنه 2006 وانا كنت سافرت فرنسا يعني لا سجلت سنة 2008 وانا سافرت فرنسا سنة 2010 فاشتغلت فيه سنتين وكنت تقريبا كتبت تلت الرسالة كان الجزء اللي انا كتبته هو غرامات الايه؟ التأخير بس في الوقت دوت يعني ايه ما كانش بحث مكتمل ولا اي حاجة ده كان قراءات في الموضوع وتحليل لبعض الاحكام حاجات تمهيدية كده بمهد الناس وكان كله طبعا على الجزء الايه؟ على الجزء المصري اللي هو الجزء العربي الجزء المصري طيب اعمل ايه قعدت ادور في الايميل بتاعي قعدت ادور في الايميلات بتاعتي لغايه ما لقيت النسخه اللي انا كنت ايه اللي انا كنت باعتها لواحد يكتبها والكلام ده واللي هو بعتها لي بعد كده ما فيهاش ولا عنوان قعدت قفلت على نفسي مده شهر والله العظيم يا ولاد شهر قافل على نفسي اشتغل مثلا حوالي 9 ساعات في اليوم جيت بعد الشهر دوت لقيت عندي حاجه جهزت اللي هو مؤلف في غرامات الايه؟ في غرامات التأخير. ونظرا لان انا ما كانش عندي في الوقت ده ما كنتش اعرف فرنساوي خالص فخلاص بقى انا عملت الدكتوراه بتاعتي في فرنسا فعندي علم جامد في الموضوع يعني اعرف يعني ايه فرنساوي بدات ان انا اشوف بقى الخط المقارنه شغال ازاي واعمق نقط وادور على نقط يعني باختصار البحث فعليا اتعمل خلال مدة شهر، قلت خليه بحث التدريب، قلت خليه بحث التدريب. أنا بعتز بغرامات التأخير. والله بعتز بيها جدا، عارفين إيه مصدر اعتزازي؟ لما تحس إن أنت بذلت حاجة جامدة، مجهود جامد، في حاجة صغيرة تناولت من خلالها العقود الإدارية كلها. وحاولت إن أنت تضغط على نفسك، حاولت إن أنت تعمل حاجة جديدة، حاولت إن أنت تبعد عن القديم كله، يعني قصدي تبعد عن القديم كله، يعني حاولت إن أنت ما تقولش كلام اتقال قبل كده، ما حاولتش تكرر نفسك، وهو ده بالظبط اللي أنا عملته في العقود الإدارية. الكتاب المفروض إن هو متعمق جدا ومليان تفاصيل. سعيد جدا لما واحد من زمايلكم في الجامعة شغال في شؤون القانونية في الجامعة قال لي يا دكتور أنا دلوقتي أي منازعة من منازعات الجامعة فيها غرامات وكلام من دوت هو المؤلف بتاعك هو المرجع بتاعك في الموضوع.
فعلا الموضوع يعني الكلمه دي والله اسلاج صدري. حسيت فعلا ان الواحد تعبه في الموضوع ده وربنا عوضه تاني. فانا اعتزازي بالموضوع ده انا هحاول ان انا افهمه لكم وابذل معاكم كل اللي اقدر عليه معاكم. مش معلومات قلت لكم انا ما يهمنيش المعلومات، انا يهمني القدر الاول ايه؟ قدرتك على التحليل. ازاي تقدر تحلل حكم قضاء؟ ازاي تقدر توصل للمبدا اللي بيخلص الحكم؟ طيب ازاي بعد كده بعد ما حللت وقدرت اوصل للمبدا ازاي ممكن ادور على حاجه في القانون المقارن؟ حكم اقارن بين حكمين، واحد بيتكلم في موضوع والتاني بيتكلم في موضوع تاني خالص. ما اقارن بينهم بناء على ايه؟ على زاويه مشتركه، على رابط مشترك. واحد بيقرر مبدا في حته وواحد بيقرر مبدا في حته تانيه خالص ملهاش اي علاقه، لكن بينهم نفس الخط الفكري او الخط الفكري بتاع الاثنين تقدر تقارن ما بينهم. دي حاجه مهمه جدا. بتتجاوبوا انتوا لو وصلتوا يعني لو نزلتوا مجهود شويه في الماده دي انا بضمن لكم وبقول لكم لا خلاص انتوا بقيتوا قانونيين فعلا. بقيتوا قانونيين فعلا. طيب هل انا اللي طلبوا منكم ايه؟ اللي طلبوا منكم انا كتبته ازاي مسؤولين باسلوب مبسط جدا، وهو ده اسلوبي عامه في الكتاب. انا بعرف اقول كلام كتير قوي ولا كلام من ده. الكلام ده انا بقوله من غير اسلوب يعني. طيب انا اسلوبي في الشرح ان انا بحاول ابسط المعلومه. اينشتاين كان عنده مقوله بيقول دايما ان الواحد اللي فاهم موضوع معين يقدر يوصله لطفل عنده 6 سنين. لطفل عنده 6 سنين، انتوا الحمد لله رب العالمين عديتوا مرحله 6 سنين بكتير، فمش هتلاقي صعوبه جامده يعني. طيب بعد كده هتيجي تقول طيب مثلا يا دكتور المنهج ممكن يكون كبير، وعلى فكره ده هيكون سمه مشتركه في مواد، المواد الاجباري كلها بتبقى كده، بس انت ممكن تيجي تقول ايه؟ المنهج ممكن يكون كبير، انا خايف، انا خايف من الامتحان. انا بقول لك ما تخافش من الامتحان. الامتحان ما تخافش منه، وعلى فكره اكثر اعلى تقديرات جابت انا كنت الترم اللي فات بدي 3 مواد، الـ3 مواد الاجباري بتوع الدكتور. اعلى تقديرات جابت هي تقديرات في ماده العقود الاداريه. عارفين ليه؟ لان انا فعلا انا حسيت ان الطلبه اللي خدت عقود اداريه بالرغم من ان انا قدرت ان هو محتوى صعب او محتوى فني عالي مش اي حد يقدر يشتغل فيه، مش اي طالب يقدر يذاكره، لا انا حسيت ان الطلبه تفاعلت جامد وحبت الموضوع وبذلت جهد جامد فيه. انا مش قادر احكي لكم او اوصف لكم قدر السعاده اللي انا كنت فيها وانا بصحح ورق ماده العقود الاداريه، لان انا اتفاجئت، انا مش متوقع كده. انا متوقع مثلا ان الطلبه ايه؟ يعني انا قلت لهم كذا مره بلاش ملخصات وبعيد عن الموضوع ده، انا كنت متوقع ان هم كلهم هيشتغلوا على الحاجات دي، لا. لقيت الطلبه فعلا حبت الموضوع وحاولت تبذل فيه مجهود جامد، ومن هنا كانت التقديرات العاليه اللي خدوها، لان بغض النظر انا مش متوقع ابدا ان عبد الرازق احمد الصنبور يخش يكتب لي 3 ورقه الاجابه. لا لا انت عبد الرازق احمد الصنبور ولا انا عبد الرازق احمد الصنبور. ولا انا متوقع عارف النظام التعليمي اللي كلنا جايين منه وعارف الاخطاء يعني وعارف ان يعني ايه القدرات الابداعيه عندنا في مجال الكتابه ما هياش عاليه قوي، دي انا عارفها. ومش هحاسبكم عليها، مش دول كويس؟ ده بالعكس انتوا في نظري ضحايا زي ما انا ضحيه في نفس النظام كده. طيب عندما اطلب منكم ايه؟ ذاكروا بحب، حاولوا ان انتوا تفهموا الماده. انا مش طالب منكم اللي عايز يستفيد فعلا، اللي عايز يستفيد فعلا ويحاول ان هو يبني عليها قانونيه قويه ومستعد لكده يجي يحضر الحلقة، لأن أنا ده اللي هشتغل فيه اللي هي النقط الفنية في تكوين العقلية القانونية، نقط فنية معينة. طيب اللي ما عندوش مثلا الوقت أو اللي ساكن بعيد عشان المحاضرة مثلا متأخرة أو كده، الكتاب مشروع بصورة كويسة وبأسلوب
كويس وما تقلقوش منه، بس ابعدوا عن الملخصات وابعدوا عن المذكرات. عيب قوي لما يبقى احنا ناس في دبلومات وناس في دراسات عليا ونرجع لطريقة صم واحفظ وكلمتين احفظهم وخش يكتبهم زي ما هما والكلام ده. وعلى فكرة بيتعرف ولا الإجابة بيتعرف. أنا في قاعدة عامة أنا مش خايف من الموضوع ده، لأن أنا متأكد إن أنتوا هتذاكروا المادة بإذن الله بحب وهتحاولوا تبذلوا فيها مجهود. منطقياً المفروض إن أنا أبدأ بكتاب الوريث في العقود الإدارية على أساس إن دوت هو الأسس العامة بتاع العقود الإدارية، وبعدين غرامات التأخير تطبيق ليه. بس أنا مش عارف، أنا بخاف الوقت يسرق في الوريث وقت من غرامات هي عقد بين عقود. فأنا عبدك بغرامات، معلش سامحوني. من الكتاب الثاني. عبدأ بالكتاب التاني وبإذن الله هنخلصه في مدة معقولة، ونبدأ بعد كده في الكتاب بتاع الوريث في العقود الإدارية. وساعتها الكتاب بالنسبة لكم الوريث هيكون سهل جدا، لأن أنتوا درستوا خلاص الحاجة الصعبة وخدتوها، وداخلين بقى على الحاجات اللي هي القواعد العامة اللي أنتوا تعرضتوا لها كلها بمناسبة دراسة غرامات الإيه؟ غرامات التأخير. بالنسبة للكتب بتاعت الدراسة هي مش نفس الطبعات اللي نزلت في الترم الأول. أنا ما بحبش دايماً إن أنا أكرر نفسي، ولا بحب دايماً إن أنا ما بسيبش الوقت بتاعي يروح كده، بس أنا قاعد متفرغ للعلم ومفيش حاجة تانية، فقاعد متفرغ للموضوع ده. أنا ما بحبش وقت يضيع مني كده صراحة، بندم عليه أوي. فحب دايما ان انا اطور، واطور مواضيع معينه وسعتها وعمقتها. ما تنسوش برضو ان برضو مهما نزلت، مهما الشهر كان كبير، بس هو ما كانش كبير قوي يعني، فكان النسخ الاولانيه فيها اخطاء، وهي دايما الطبعه الاولى بتبقى طبعه تجريبيه، فدايما بيبقى فيها اخطاء، دايما بيبقى فيها موضوعات انت عايز تعمقها بس ما عندكش الوقت، لان انت في الاول وفي الاخر مربوط بميعاد معين. فالخلاصة ان انا نزلتهم كده. الفترة اللي فاتت حاولت ان انا اعمق فيها الموضوعات اللي انا عايز اعمقها، ومكانش عندي الوقت ان انا اعمقها، وحاولت ان انا اطور جديد ووريت جديد احكام لغاية سنة 2017. طيب العقود الإدارية نظرا لان المقرر كبير، انا مش عايز الرتبة اللي كان على طول فانا ممكن تحاولوا تذاكروا، لا انا هذاكر بدري باذن الله، يعني خلال 10 ايام من دلوقتي يكون المقرر نازل. انا قاعد اسمع سيرتكم، اللي عنده اي سؤال يتفضل.